السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن استخدامات أخرى للفلفل الحلو، وليه 3 أسماء بيتسمى بيها الفلفل الحلو أو الفلفل البارد أو الفلفل الرومي، سواء كان أخضر أو أحمر أو أصفر، هما بيكونوا في 3 أنواع. الفلفل بشكل عام بيكون في منه نوعين، نوع بارد ونوع حار. الحر مفيد جدا للجسم، ولكن في ناس كتير ما بتقدرش ان هي تتقبله، ولكن دايما كلنا متفقين على الفلفل الحلو ان هو بيكون جميل وغني بالفيتامينات والمعادن، ومتعودين ان احنا نستخدمه في الاكل وفي الشرب وفي الخضروات في السلطة. ولكن النهاردة هيكون فيديو النهاردة عن فوائد تانية تقدر ان انت تستخدميها للشعر، هنتكلم عن الفوائد ولكن الوصفات نفسها ان شاء الله بفيديوهات منفصلة. ولكن عزيزي المشاهد، لو أول مرة بتزور القناة، فضلا منك وليس أمرا قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير الفيديو إذا عجبك. لو اتكلمنا عن الفلفل الرومي الأخضر للبشرة، فهنقولك إن هو بيساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين المهم جدا للبشرة، بيقلل من وجود المواد الضارة في البشرة، غني بفيتامين سي اللي بيعمل على علاج جفاف البشرة وتجاعيد الوجه، كمان غني بالترطيب لأنه بيحتوي على نسبة 92% من المية، وده بيخلي البشرة نقية ومشرقة. ده لو احنا اتكلمنا عن الفلفل الرومي للبشرة. طب لو اتكلمنا عن الشعر، هنقولك ان الفلفل الأخضر بيحتوي على نسبة عالية جدا من السيليكون الطبيعي اللي بيدعم صحة الشعر، وبيقلل على وبيعمل على تحفيز الدورة الدموية، وده أمر حيوي جدا علشان تضمني نمو سليم للشعر، حماية للبصيلات. كمان الفلفل الأخضر غني بفيتامين سي المهم جدا لصحة الشعر، وده كلنا احنا بنحتاجه سواء الكالوجين للبشرة أو للشعر، فده مطلوب مننا، وده الفلفل الرومي الأخضر غني بالاتنين، فيتامين سي وبالكالوجين. ده لو احنا اتكلمنا عليه. كمان ان هو مفيد جدا لان بيعمل طبعا على علاج الشعر الهايش المقصف الضعيف، بيقوي البصيلة لدرجة كبيرة جدا جدا، بيمنع كمان التقصف اللي هو بيعتبر مشكلة مع الكل. لو جيت كده مسكت الشعرة واحدة من عندك هتلاقي في نهايتها في طرفين، ده اسمه تقصف الشعر. كمان لو احنا اتكلمنا الفلفل الاحمر للرشاقة والانقاص الوزن، هنقولك ان الفلفل منخفض السعرات الحرارية، غني بالعناصر الغذائية، مصدر طبيعي لفيتامين A وفيتامين C، بوتاسيوم، حمض الفوليك، الياف غذائية. طب الالياف ده احنا عايزينها لايه؟ اولا الالياف دي بتعمل على التخسيس، بتعمل على انقاص الوزن، بتحفظ لك وزن صحي لانها بتديك الشعور بالشبع لساعات طويلة جدا، فبالتالي ما بتلتجئيش للاكل، بتحافظ على المعدة بشكل عام. كمان بتعملك على تحريك المعدة وبتمنع الامساك، وده امر كلنا بنحتاجه. الكربوهيدرات اللي بتحتوي الفلفلاية عليها، الفلفلاية الواحدة بتتحول لطاقة في الجسم وبتعمل على تخزينها، بتساعد طبعا على الحفاظ على رشاقة الجسم وخسارة كيلوات كتيرة جدا، وبتكافح لك السمنة. تقدري ان انت تضيفي الفلفل الرومي للاطباق الصحية، قليلة الدسم، السلطة، الخضروات الخفيفة زي الحامض، الليمون، الزيت، الخل. كمان ممكن تضيف الفلفل الرومي المفروم الى سندوتشاتك، خليها كوجبة اساسية، ضيفي للسندوتشات، حطي على الاكل، حطي واحدة كده وكليها سليمة حلوة جدا، ممكن تاكليها بشكل سليم او ممكن تقطعيها حسب ما انت طبعا هتقدري عليها. استخدامات جميلة جدا للفلفلية العجيبة الحلوة الصغيرة دي، اتمنى انها تفيدكم ان شاء الله. ولو بيعجبكم فيديوهاتي بشكل عام ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.